لرامي ربيعه تحضير يطلع كرته، كره طوليه عاليه فوق راسيه احمد عوض تترد من البحراوي، رامي صبري على الشمال تصل ياسين مرعي، ياسين والضغط والقطع الحلوه لطاهر محمد طاهر بعرضيه خطيره على الشمال، حسين والاستلام والتصويب والتعدي والهدف جوا جول جوا جول، الهدف الثاني عريس المباراه ونجم الشباك حسين الشحات 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 الشحات، اوعى يجيلك حسين اوعى يجيلك حسين، متالق اليوم متفوق اليوم مبدع اليوم حسين الشحات، يعملها تاني ويسجل الهدف في الدقيقه 57 من عمر المباراه، الضغط والاطعب ثم العرضيه الالماس ثم الاستلام هو كل الجمال، تصويبه جت في قدم مين؟ جت في قدم احمد عوض وتغير اتجاهها وتروح على يمين محمد سعيد شيكه عشان حسين الشحات يعملها النهارده ويسجل اليوم هدفين في مرمى فاركو، ادي الضغط وادي الاطعب وادي الخطأ القاتل الكبير من ياسين مرعب، وادي الخبره وادي العرضيه الساحره، بص العرضيه حلوه ازاي، بص الضغط ممتاز ازاي، وبص العرضيه بص النظره بص الرؤيه، الله عليك يا طاهر يا محمد يا طاهر، والله على الاستلام والتصوير.